كابتن عبد الرحمن بنرحب فيك بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي السعودية أمام الغرافة. كابتن، كيف ترى المواجهة أمام نادي الغرافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مواجهة نادي الغرافة تعتبر مواجهة حياة أو موت بالنسبة لنا، وإحنا نحاول ننسى كل المباريات كل مباريات الدوري اللي فاتت، فإن شاء الله ندخل المواجهة بتركيز وبجدية وبانضباط، وإن شاء الله مركزين إن شاء الله نفوز في هذه المباراة مهما يكون إن شاء الله.